يا مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقنقه. النهارده هنعمل مع بعض التشيلي تشيز فرايز زي ما بنطلبها في المطاعم، وبعد كده هنعمل موز بالكيل. طيب ايه المكونات اللي عندي النهارده؟ عندي شويه بطاطس محمره لسه طالعه فريش من الزيت حالا، عندي هنا شويه لحمه معصجه، عندي جبنه موتزاريلا وجبنه شيدر، عندي صلصه وطماطم بيريه، عندي هنا توم مفروم، عندي فلفل حامي، عندي زبده. بالنسبه للتوابل عندي بابريكا، كزبره ناشفه، كمون واوريجانو، وعندي شويه من البقدونس للجارنش، وطبعا ملح وفلفل. طيب على طول طبعا اللحمه، لو ما عندناش شويه لحمه متعصجه نجيب شويه لحمه نعصجهم، مفيش مشكله خالص، ساعتها هنضيف التوابل اللي عندنا دي واحنا بنعصج اللحمه. طيب على طول هاخد الزبده نزلها عندي في الطاسه، هنزل عليها بنقطه من زيت الزيتون، هديها فرصتها وهي بتسيح كده. ادي التوم عندي اهو، وادي الفلفل. تقليبه كده هنزل بالصلصه. هجيب التوابل بتاعتي، بابريكا، كمون، كزبره الناشفه، والاوريجانو، هبتدي اقلب الكلام ده اهو، وعلى طول هنزل بالطماطم والفريه. تقريبا كويسه كده، الميكس كل ده مع بعضه. رشه من الملح، رشه من الفلفل الاسود، وهنزل باللحمه بتاعتي على طول. اقلب اللحمه بتاعتي اهو، وهزود بقيه الطماطم الفريك. كده جهزنا ميكس اللحمه بتاعنا اهو. طيب انا ما بحبش ازود الطماطم البريه عشان ما تنزلش على البطاطس وتخليها تتهري مننا، فبخليها يا دوبك على قد ان هي تبقى بس بله ومغيره اللون بتاع اللحمه. احنا النهارده هنقدم في الطاسه الحديد الزهر، وكمان هتنفعنا عشان احنا هندخلها لسه الفرن عشان الجبنه تسيح، بس ممكن نستعمل صينيه فرن عاديه جدا. هنزل على طول اهو بالبطاطس بتاعتي في الطاسه، باخد ميكس اللحمه نص كده. زي ما قلت لكم لو كانت الميه فيه كتير كنت هتلاقيه نزل وكانت البطاطس باشت كده واتهرت مننا. خلاص اللحمه بتاعتنا اهي، ومن هنا
يبقى فاضل لنا بس الجبنه بتاعتنا اهو. شويه من الشيدر. وشويه كمان من الموتزاريلا على الوش. خلاص هناخد العظمه دي هديها رشه من الفلفل الاسود من فوق كده. وعلى طول على الفرن. اهو. وهشغل الشواية لان احنا بطاطس مستوية، ميكس اللحمة بتاعنا مستوي، انا كل اللي محتاجه هو ان بس الجبنة بتاعتنا تسيح وتبتدي تحمر، وده كل اللي انا محتاجه. طيب خلونا نطلع اخطف فاصل في السريع، نرجع نقدمها مع بعض التشيلي تشيز فرايز، وبعد كده نعمل المشروب. متروحوش في حتة. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. التشيلي فرايز بتاعتنا في الفرن، عايزكم كده تشوفوا معايا هي ابتدت خلاص تسيح وابتدت تاخد لون. بصوا كده خلاص ابتدت بتسيح معانا وابتدت تاخد اللون. هنعمل المشروب بتاعنا ونرجع نخرجها على طول. طيب عندي ايه؟ عندي هعمل موز بالكيوي واللبن، عندي شوية من اللبن شوية من الكيوي شوية من الموز وشوية من العسل او الشربات او السكر لو حابين. على طول كده الكيوي الموز بتاعنا زودوا احنا كمان. على طول هنزل بالعسل. وننزل باللبن. ونضرب. عظيم جدا. وعلى طول بصوا القوام عامل ازاي، لو كنا حابين نخففه نخليه اخف شويه كنا زودنا اللبن. انا بالنسبه لي القوام ده كده ممتاز. شليموهاتنا ونبقى عملنا الكيوي والموز باللبن. نطلع بقى. الله بقى شكلها طلع شكلها عامل ازاي. الجبنه بتاعتنا ساحت، خدت اللون تحتيه الميكس بتاع التشيلي بتاعنا. لو عندنا الفاصوليا اللي هي الريد كيدني بينز او الفاصوليا الحمراء، ده بيبقى مكون اساسي في التشيلي من بلده يعني، لو موجوده ممكن نضيفها. ولو عايزين بقى من فوق بقدونس بابريكا اي حاجه من الحاجات دي هتبقى فكره حلوه قوي. عايز اوريكم كده. بصوا بصوا. فده بقى ايه؟ شوكتك، شويه بطاطس عليها ميكس التشيلي عليها شويه الجبنه السايحه، وزي ما قلت لكم عملناه مع الموز بالكيوي واللبن. وكده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. اشوفكم الحلقه الجايه. ما تنسوش تحبوا بعض. سلام عليكم.